صيب انه الكل ساكت والكل مغلس على هاي الظاهره، وحتى الاعلام والقنوات الفضائيه ما حد انتجده برنامج واحد او مسلسل يوعي به شبابنا وينبههم الخطوره هيك ممارسات عليهم وعلى المجتمع عموما. امشي اطلع برا. ما اطلع، انا الخميس راح اتزوج والزفه تطلع من انا وقدام كل العالم. ايوه هاي عار مثل قبلت بيك. ومن هذول اللي قبلوا يطوك بنيه؟ راح اتزوج صديقي. يما احبه ويحبني وماكو اي احد يقدر يفرقنا عن بعض. دي الله ويقولوا لي ابلعها ويقولوا لي اسكت وما عليك لا تتدخل في هيك قضيه. زين الرقابه شنو دورها؟ هيئه الاعلام والاتصالات الجاي نسوي وهي المسلسلات صير موافقتها تحت اشرافها وزاره الثقافه نايمين قاعدين. وانا اقول لك يعني بصراحه وعلى الفضاء انه هذه الوزاره ترعى حتى الحركه المثليه في العراق. زين اذا وزاره الثقافه ترعى حقوق الجنسيه احنا لما نروح ونشتكي لها وزاره؟ وزاره الزراعه لو الهيئه العامه للنخيل بلكي يشوفون لنا شاره ويخلصونا من المرض هذا اللي استفحل ببلدنا وكل البلدان العربيه.